السلام ألو، عليكم السلام أخوي عبد عليكم. الكريم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. معكم محمد أبو منير من مصر. أهلا وسهلا بك أخي محمد منير، إذا بالإمكان أن تروي لنا قصة تشيعكم باختصار لو تكرمتم. والله كنا قاعدين في الفضيلة في خيمة، واخد بالك، في الصحراء، ما كناش نعرف أي حاجة عن الكلام هذا. وجينا عند ابن عمي أنا عبد النبي، وورانا قناة صوت العطرة، وسمعنا كلام صوت مولانا الحبيب دفن فيها ولا نعم، ورينا يعني المحاضرات بتاع الشيخ الحبيب، وعجبتنا بك ذلك، وان شاء الله نبدا على الطريق الصحيح معكم. واريد ان نعم ان شاء الله اخي أعلن نعم. ان شاء الله سوف نعلم تشيعكم. ولكن محمد منير، منذ متى وانت تتابع قناة صوت العطر عليهم السلام؟ منذ شهر عندما جيت من الصحراء عند ما عمي انا عبد النبي. نعم، هنيئا لكم اخانا الكريم، ومعكم سماحة الشيخ ليلقنكم الشهادات الإسلامية الحقة. تفضلوا سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخانا الكريم. عليكم السلام شيخنا الحبيب، مساك بالخير. يا مساكم الله بالخيرات، وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة، وثبتك الله على الإيمان والهدى. إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ. بارك الله بك. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت، وسائر أعداء، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. الله صل على محمد وآل محمد. هنيئا لك يا خان الكريم، تقبل الله منك وثبتك ورزقك الجنة بشفاعة الطاهرين محمد وعترته الطيبة. نبي يا مولانا تدعي لي والنبي بالخير، والنبي يا مولانا إن شاء الله أدعو ذرية صالحة، رزقك الله ذرية مؤمنة صالحة تقر عينك بها إن شاء الله. أمين يا رب، أمين.